تقول: أنا أملك من الذهب ما قيمته 2000 دينار أو 1000 دينار تقريبا، وأبيع فيه وأشتري، فهل عليه زكاة وما مقدارها؟ وهل أزكيه ذهبا من جنسه أم أزكيه نقدا؟ إذا ملك المسلم نصابا من الذهب فأكثر، ومقدار النصاب من الذهب 20 مثقالا، وهي ما تعادل 11 جنيها ونصف جنيه بالجنيه السعودي. فإذا ملك المسلم هذا المقدار فأكثر، فإنه يجب عليه فيه الزكاة بأن يخرج منه ربع العشر، سواء أخرجها من نفس الذهب أو أخرجها صرفا من نقود أخرى، بأن يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى في صرفها، والله أعلم.